لا كازا دو بابيل، المسلسل الإسباني الذي أحدث ضجة، إليكم حقائق ومعلومات عنه. إليكم حقائق ومعلومات عن مسلسل لا كازا دو بابيل الذي انتشر كالنار في الهشيم الفترة الماضية. يقوم رجل يلقب بالبروفيسور بالتخطيط لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، وليقوم بذلك يقوم بتجنيد 8 أشخاص ليس لديهم ما يخسرونه. وقصة البروفيسور هي اقتحام دار سك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو، ويحتاجون لتحقيق ذلك للبقاء هناك 11 يوما، والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية. وتدور بين البروفيسور ومحققة عبقرية تدعى راكيل لعبة من المغامرات والذكاء. صدق أو لا تصدق، كتبت الحلقة الافتتاحية للمسلسل بأكثر من 50 سيناريو مختلف، ويرجع هذا إلى أن الحلقة الأولى تعتبر مفتاحا للمسلسل. على إثر الحلقة الافتتاحية تتكون ردة الفعل عند المتابعين المتعلقة بالمسلسل، ولضمان ردة فعل جيدة وعمل متقن اقتضى الأمر كتابة 50 سيناريو. أغنية بيلا تشاو التي عشقها كل متابعي المسلسل في الواقع هي هذه الأغنية ليست جديدة، بل غنتها المقاومة الإيطالية التي تشكلت ضد النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، وتعتبر من التراث الإيطالي. في إحدى الحلقات وصف البروفيسور عملية السرقة بأنها أشبه بالمقاومة، لهذا السبب فإن الأغنية المصاحبة لأغلب أحداث هذا المسلسل هي أغنية بيلا تشاو. كان من المقرر طباعة الأموال التي يتم طباعتها في المسلسل باستخدام آلة طابعة لأموال حقيقية، لكن بسبب الإجراءات الأمنية وما إلى ذلك تم استخدام آلة طباعة جرائد من شركة ABC سبان، وتم طباعة الأموال من ورق الجرائد. كان من المفترض أن يكون اسم المسلسل ديزاهوسيادوس، أي المطرودون، ولكن في النهاية تم تسميته لا كازا دو بابيل. المسلسل تم إنتاجه في البداية من قبل شركة إنتاج إسبانية، وتم بيع حقوق البث بعد ذلك إلى شركة نتفليكس. تم تصوير مشهد لقاء طوكيو والبروفيسور في 5 ساعات، وتم إعادة عشرات المرات لإصرار المخرج على أن يتم العمل بمنتهى الدقة. هناك علاقة في المسلسل تجمع بين طوكيو وريو، لكن يعيبها أنها أكبر منه ب15 عاما، لكن في الحقيقة فإن الفارق بينهما 7 سنوات فقط.